أنا لا أفضل أن أتكلم على نفسي ولا أريد أن أقارن بأي مدرب. صراحة صديقي وأخي الكبير عدنان حمد من المدربين القديرين، وأنا أفتخر على أنه زميل وصديق لي. المرحوم الجوهري بصم على مستوى أكثر من رائع يعني في جميع المحطات دياله، وبالتالي لكل يعني جيل ولكل مكان وزمان له رجالته. اليوم المجموعة ديالنا قامت بها هو المطلوب، وهذا ما قمنا به فهو واجب أول حاجة قبل ما يكون تحدي يعني اللي هو شخصي. نحن يعني نشتغل بنفس الحماس بنفس الجدية. الحمد لله أنه في هذه المرحلة هذه الجدية ديال المجموعة كلها أعطتنا هذه النتيجة. نتمنى أنه يعني هذه الجدية تستمر للأبعد يعني الحدود.